السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلم ياسر أحمد العلي. بنلاحظ أمامنا أسئلة الفصل بيحكي لنا السؤال الأول: صنف الاختلالات الوراثية التالية تبعا لنوعها، إن كانت جينية أو كروموسومية، جنسية أو جسمية. طبعا متلازمة داون معروف أنها كروموسومية ومتخصصة فقط في الجسم، بتاو نفس الإشي في الجسم، فنل كيتونوريا بتكون جينية، نصف الدم بيكون جيني، والتليف الكيسي بيكون جيني. طيب ممتاز. السؤال الثاني: هات مثالا على كل مما يلي: مسبب طفرة فيزيائي، الأشعة السينية أو أشعة الشمس، مسبب طفرة كيميائي، أرياف الأسبست، مواد الداخلة في تصنيع الدخان وفي تصنيع الدهانات وغيرها. السؤال الثالث يبين الشكل الآتي اللي بدنا هلا نطلع عليه: سلسلة أصلية من الـ mRNA وتسلسل للحموض الأمينية في البروتين الناتج قبل حدوث الطفرة، وكذلك عندك جزيئة mRNA وتسلسل للحموض الأمينية بعد حدوث الطفرة. فبيقول لك ادرس الشكل وأجب عن الأسئلة التالية: هل تمثل الطفرة الجينية الناتجة طفرة إزاحة أم طفرة موضعية؟ بتلاحظ في الشكل أنا وياك، شوف الشكل ألف، في عندك شريط mRNA معطينا ميثيونين، لاياسين، فنل ألانين، جلاياسين وشفرة النهاية. طيب لما بعد حدوث الطفرة على شريط الام ار ان اي شو اللي صار؟ اللي صار ميثيونين زي ما هو، لاياسين زي ما هو، الفينيل الانين هون اختفى واصبح اليوسين بدل عنه، وبلاحظ انه الجلاياسين باللون الاصفر اصبح الالانين. اذا اللي صار هو تبديل في الحموض الامينية الناتجة تبديلا جذريا مع وجود قاعدة، ماشي، كانت هون ثلاث قواعد من اليوراسيل أصبحت قاعدتين فقط، فبيسمى باسم إيش؟ قاعدة الحذف. إذا نحن نتعرض إلى طفرة من النوع الإزاحة، هذه الطفرة من النوع الإزاحة هي الطفرة الصحيحة وليس الطفرة موضعية، مثل ما احنا حكينا قبل شوية أنه احنا في عندنا في الفيديوهات السابقة أنه في احنا عندنا فيديوهات مختلفة، حكينا مثلا عن الطفرات الموضعية وحكينا أنها إما أن تكون مخطئة أو أن تكون غير محسوسة أو أن تكون صامتة، تمام؟ فهي ليست خاضعة إلى هذول الثلاث أنواع. السؤال الثاني: لماذا يكون التأثير هذه الطفرة في الكائن الحي كبير؟ بسبب تغير سلسلة البروتين الناتج، يعني أنتجت بروتينات جديدة أو أحماض أمينية جديدة. حقيقة هي الأفضل جوابا، الأحماض الأمينية الجديدة ليست لها علاقة بالأحماض الأمينية التي كانت متواجدة سابقا. السؤال الرابع: صنف الطفرات الكروموسومية الآتية إلى طفرات تؤثر في تركيب الكروموسوم وطفرات تؤثر في عدد الكروموسوم. بيحكينا إذا عدم انفصال للكروموسومات المتماثلة أثناء الانقساب المنصف، إذن في العدد، انتقال قطعة طرفية من كروموسوم إلى كروموسوم آخر غير مماثل له في التركيب، إزالة جزء من الكروموسوم والتحام القطع المتبقية في التركيب. في السؤال الخامس معطينا احنا جدول بيقول لي كمل المعلومات: متلازمة تيرنر عدد الكروموسومات اللي فيه 45 كروموسوم، الطراز الجنسي فيه هو XO، متلازمة كلاين فلتر عدد الكروموسومات الكلية فيه 47 كروموسوم في حين ان الطراز الجيني بيكون XXY، متلازمة بتاو عدد الكروموسومات الكلية 47 كروموسوم بيكون في الذكور والإناث الكروموسومات الجنسية طبيعية، لكن الخلل بيكون فقط في الكروموسومات الجسمية وليست الجنسية. إلى هنا انتهى السؤال الأخير وانتهت الإجابة على أسئلة الفصل. كان معكم المعلم ياسر أحمد العلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.